بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لكوتا يكاني ماني رمضاني 1442 هجري داين مرو بستو بينجي رمضان بو، وهاين لماني دابزيني قرآن، وهاين لخزمتي خدي قرآن ك لسورتي بقرة بنيازي او كابتوانين ورده ورده قرآن كبر ريكو بيكي بخويني نواب بي تجويدو ترتيل كمان وابي خير من بقاو قناه من نقا. فرمو برا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابيل في مالا سنابيل براكم وثمان كسر بيما خيانر ضم بواو مخيانر أنبتت سبع سنابيل في كل أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا وكيف خنر ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قول مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم
وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابت كمثل جن أنا مدنون وميم مشددة بقى نازد وحركت دريجي كيت كمثل جنة بربوة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل فطل وابل فطل فطل أقربوست وابل فطل والله بما تعملون بصير لا هر كيو يكا هلاك بوي بوستا توزي أولاتر أقري توصلي تو أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر برأيت المشكلة وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه فيه هاي كشي إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم زي مغرتي غين والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يا كيف خنر ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن الله يهدي من يشاء. من يشاء. من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا قاعدة من هي مين بقابة بيه نابي للريو الميم وثمان بقى بساكن بيه بقى بواو في الزور داري يبري بلان بقى ببي أبي سوك ليو تبيني تخوارو بحال أموالهم بالليل إن شاء الله ناشي. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظيرة ملف فنظرة إلى ميسرة ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ما كسبت وهم كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله إنما آخر آيتك بدأ بزي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله خو پاریزن لروجک خو آماده کن و دوری لگناه با انجام دانی کارکان لبو روجک که ترجعون فیه الى الله دگرین و بولای خوا ثم توفى كل نفس ما کسبت ام جارب تواوی هرچی کسه هرچی نفسه هرچی کی کردوه با تواوی ویده دره وهم لا يظلمون استمیشان لنا کرد يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلا أجله ما لا إلا إلى أجله أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتب ولا شهيد أجد لا ننسى أوينا حد في جلابه بلا بلا
وإن تفعلوا فإنه فسوق نون شدد ريش دو حرف بلى فإنه فسوق بكم فسوق بكم واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم كاج ناصر كرافه اياك نعبد واياك نستعين بوكر دين انت والله كاج ناصر امام ابن القيم تنان لا مدارج السالك نكي خويا نيتواني وبو قولي ومعنياته وباسيبكا ورافيبكا امد لك وينا على فرموي واتقوا الله ويعلمكم الله الله لخوا بترسمش خواش زيادة الفئر فيرتانك وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين بلام أم آخر أمين لله ما في السماوات لبركة بروج كتر لله ما في السماوات وما في الأرض تا آخر شون كان لحديثة هيا هركس أو دو سور أو دو آية أو سي آية بخوينة لشبكة كافية بوي أو نقرنجة نا وصلى الله وسلم على سيدنا